بسم الله الرحمن الرحيم. Today video will be about finish line in restorative dentistry. I will start with introduction. الموضوع كبير ويعني ودي شجون فأنا قسمته إلى introduction وهعمل فيديو كمان تاني على الإكسترا كورونال finish line في حالة الكرانول بريدج والإنترا كورونال finish line في حالات اللي هي الأوبرتيف دنسري في حالات الفيلينجز يعني الحشوات. وفي بقى موديفيكيشن للاكسترا كورونال اللي هو بيسموه الفيرتيكال بريب، وده حاجه حديثه ومش حديثه ولا حاجه، عملت له فيديو كمان، يبقى فيه ثلاثه فيديو غير ده، واحد عن الاكسترا كورونال وواحد عن الانترا كورونال وواحد عن الفيرتيكال بريب، ثلاثه، وده بتاع النهارده اللي هو رابعهم اللي هو الانترودكشن. I will cover in this video introduction, definition of finish line, classification of finish line, guidelines for making good finish line, with functions of finish line, and how can we record an accurate impression for subgingival finish line. Important principle of modern restorative dentistry is the minimal invasive concept, which means conserve as much tooth structure as possible, consistent with the mechanical and the aesthetic rules of the preparation. Successful restoration can survive in the biologic environment of the oral cavity if its margins are closely adapted or closely fitted to the finish line of the preparation. يعني هنا احنا بنحاول ان احنا يعني الطب الاسنان الحديث بيهتم بالمحافظه على الانسجه الطبيعيه بتاعت ربنا سبحانه وتعالى. فلذلك ايه احنا ما بنشيلش غير يعني في الشديد القوي. يبقى مينيمال انفيزيف. حتى دلوقتي كمان ممكن يعملوا تريتمنت للكيرز قبل ما يبتدي قبل ما يحصل كافيتيشن، يعملوا له ريمينراليزيشن يعني حاجة. طيب ففي هذا الصدد احنا في الفينش لاين هنتكلم على ان احنا عايزين نعمل ايه مينيمال انفيزيف، ما نجرش على السن. طيب الريستوريشن بقى اللي هيعيش مده كبيره في البيولوجيكال انفايرمنت في الاورال كافيتي لازم يبقى كلوزلي فيتد اور ادابتد تو ذا فينش لاين، يبقى لازم يكون ايه ادي عملنا بريباريشن خدنا امبريشن وعملنا الريستوريشن، يبقى لازم المارجن بتاع الريستوريشن ده يبقى كلوزلي فيتد على الفينش لاين هنا علشان يعيش، عشان ما يحصلش كيرز ريكارنس او توث هايبر سنسيتيف تسيب حته اكسبوز ويحصل ديستوريشن اند سو اون. طيب لازم نعمل الاول ديفينيشن للفينش لاين، ايه هو تعريف الفينش لاين ده بنعرفه ازاي، او الفينش لاين اللي هنا او اللي هنا اذا كان هنا ده طبعا اون لي ولا حاجه او هنا اللي ولا فيلينج حشوه. هو بنعرفه هو البوردر of the preparation where the prepared tooth structure meets the unprepared surface of the tooth. يعني هو بيقول لك الحافة اللي عندها بينتهي ال preparation مع ال unprepared tooth. وليتر اون هيبقى هو نهاية ال restoration نهاية الكراون اللي هو ماشي مع الايه الفينش لاين هنا بالظبط، يبقى ادينا كلوزلي فيتد. جاء عمنا روزنتيل برضه هو قال لك هو لاين اوف ديماركيشن، حد فاصل مميز يعني. اللي هو البريفير اكستنشن اوف بريبير توث، ادي البريفير اكستنشن، ادي البريبير توث اهي البريفير اكستنشن اهو النهايه بتاعتها الحدود بتاعت البريبريشن. ذا بلاست هو البلاند جنكشن اوف ديفرنت ماتيريال، هو الجنكشن اللي هتبقى ما بين الريستوريتيف ماتيريال والتوث ستراكشر، وهنا برضه في حاله الانتر كرونال هيبقى برضه ده اسمه الفينش لاين، كل ده بيسميه فينش لاين فوق وتحت وجميع كل الوولز اللي يعني ادي ديستريشن بيقابل التوث سيرفيس ده اسمه فينش لاين. هيبقى ما بين ماتيريال بتاع الحشو وماتيريال بتاع التوث. ذا تيرمينال بورشن اوف ذا بريبيرتوس وهو النهايه بتاعت ايه البريبيرتوس اهو نهايه الحف بتاعت البريبيرتوس. طبعا هنا اكوردنج لل glossary of prosthodontic terminology هم نفس التعريفات دي terminal portion of prepared tooth او preferred extension of tooth preparation. طيب how can we classify finish line بنقسمه يا اما extra coronal restoration اللي هو crown bridge يعني يا اما intra coronal restoration اللي هو fillings اللي هو في restorative density في الحشوات في الاوبرتيف يعني. فهنا في الاكسترا كورونال بينقسم الى الانواع دي هنشرحها بالتفصيل في لها فيديو مخصوص، الشنفر والهيفي شنفر والشولدر والسلوب شولدر
والراديال شولدر والشولدر والبيفل اتسترا يعني. وهنعمل فيديو مخصوص بقى للفيرتيكال بريباريشن، برضه الفيرتيكال بريباريشن ده للاكسترا كورونال، وهو يعني مش جديد، هو جديد حديث يعني، الحديث القديم هو كان قديم بس ما كناش واخدين بالنا. هو عباره عن الشيزل والنايف، هم دول الاثنين دول هم سموهم فيرتيكال بريباريشن، هنشرح ونعمل له فيديو مخصوص يعني. الاسترا كورونال ريستوريشن برضه ممكن نقسمه على حسب الويث، لو المارجن مارجنال ويث بتاع الفينش لاين اقل من 0.3 ملم بسميه، يبقى في ده في حاله الايه النايف ايدج والفيتر ايدج. لو المارجنال ويث بتساوي يعني لحد 3 يعني 3 0.3 ملم ده في الشامفر، لو المارجنال ايدج اكبر من ال 0.3 ملم ده الشولدر، تقسيمات فرعيه يعني. Another mean of classification according to margin placement، على حسب بقى المارجن بتاع الفينش لاين هحطه فين، هل هو سوبرا جينجيفال ولا ايكوي جينجيفال، يعني سوبرا جينجيفال يعني فوق اهو فوق الجينجيفا، وده له انديكيشن وله مميزاته وله عيوبه. الايكوي جينجيفال بيبقى موازي للجينجيفال مارجن لحافه الجينجيفا، وده له برضو انديكيشن وله عيوبه ومميزاته. والسوبرا والسب جينجيفال اللي تحت اللث اللي هو داخل في الجينجيفال سالكس، ده ثالث نوع. ففي السوبرا جينجيفال بيبقى انديكيتد ان نون اثيتيك اريا في البوستيريور ريجن، يعني لو عايز اعمل ريستوريشن في المولرز البري مولرز بعمله، مش لازم اخش تحت الجنش، بعمله سوبرا جنش بس ايه، على شرط ان البريبير توث اللينث بتاع الكراون يبقى سفيشنت فور ريزيستنس اند ريتنشن فور. انما لو كانت السنه شورت مش هتديني انف ريتنشن ولا ريزيستنس للفورسز، فلازم اطول اعمل بقى اعمل اللي هو ايه سب جنش عشان اطول البريبير توث عشان يدينا بالك اوف توث بريبير توث عشان يقاوم يدينا يعني ايه عشان الريزيستنس والريتنشن فور. يبقى ده انديكيتد في البوستيريور ريجن. وفي الانتيريور تيث برضو لو هعملها بي اثيتيك ريستوريشن بعمله اللي هو ايه السوبرا جنجيفال، ده بيبقى طبعا مميزاته ايزلي بريبيرد اند فينيشد لانه فوق الجنجيفال، مش حاجه يعني مش هخش في ادغال افريقيا وجوه هنا تطلع على الاسود والجنجيفا تبقى انفليمد وعندي البريدونتال البيولوجيكال ويتس بقى وما عملوش انكروشمنت سون، يعني ده بيبقى سهل التحضير والانهاء. بيبقى يوجوال سيتويتد الهارد، بيبقى طبعا في العاده على الهارد انامل على الانامل. سو نو سوفت تيشو تروما، فيش تروما للسوفت تيشو للجنجيفا يعني ولا البيولوجيكال ويتس. بيبقى ايزلي امبريشن، بناخد له المقاس له سهل ان احنا نسجله مقاس. بيبقى طبعا الايفالويشن للبريبريشن مارجن في وقت البليسمنت بيبقى باين قدام عينيا واضح سهل ايزي، والفولو اب برضه بتابعه لان حاجه بره حاجه قدام عينيا ودخل بروب واشوفه، فده مميزاته وان هو والانديكيشنز بتاعته. الايكو جينجيفال بيبقى عند الكريست اوف ذا مارجنال جينجيفا مور امباكت اون بريدكشن، هو في العاده بنلجا له وبنعمله في البروكسيمال سيرفس، هو من عيوبه بيبقى مور بلاك ريتنتيف يعني عايز نظافه جامده طبعا لانه في البروكسيمال فبيبقى صعب قوي استعمل بقى فلوس سلك ليه وكلام من ده. السوبرا جينجيفال سوري السب جينجيفال بقى النوع اللي هو التالت ده بيبقى تحت الجينجيفا طبعا فريش لاين بعمل له اكستنشن اندر زي فري جينجيفال مارجن تحت الفري جينجيفال مارجن. طبعا ممكن اعمل فايوليشن، ممكن اعمل امبنجمنت ابون ذا بايولوجيكال ويتس، يعني ممكن اضر البايولوجيكال اخش على الجنكشن الابسيليوم واعمل له انفلاميشن، او لو دخلت كمان على الكونكتيف تيشو اتاتشمنت خلاص هيحصل ايه الانفكشن هيبقى بريبير، مفيش حاجه تمنع بقى الانفكشن يتخش لان الجنكشن الابسيليوم مع الكونكتيف تيشو اتاتشمنت دول زي بارير اجينست الانجريس اوف مايكرو اورجانيزم او التوكسينز للبون هنا كريستا. يبقى انما ده بيبقى يعني لايبل لي امبنجمنت ابون ذا او فايوليشن اوف ذا بايولوجيكال ويث، ده عيبه. هو انديكيتد امتى؟ لو عندي كيرز والكيرز سيرفايكال واكستندد في الروت سيرفايكال اروجن اكستندنج سب جينجيفري، مجبر لازم امشي تبع اشيل كل الكيرز فهضطر ان انزل تحت الجينجيفا. البروكسيمال كونتنت لو عندي بروكسيمال كونتاكت extended يعني
مش اريا بقى، مش بوينت، لا دي اريا كبيره واكستندد ليفين لحد الكريست اوف ذا جينجيفا، لحد الجينجيفال كريست. ففي الحاله دي بحتاج السب جينجيفا. اديشنال ريتنشن طبعا زي ما قلنا هنا، ده ايه بيبقى انديكيت سوبرا جينجيفال، لو بعد التوث بريبريشن، التوث بريبير توث از انف فور ريتنشن اند ريزيستنت فور. هنا لو ان السن شورت فلازم اعمل له اكستنشن سب جينجيفال علشان ادي ريزيستنس وريتنشن ايه فور. فور اثيتيك ان انتيريور ريجن، في الانتيريور ريجن عشان الناحيه جماليه، شايفين المظهر ده يا اما ده كان ايكو جينجيفال او ان هو سوبرا جينجيفال وحصل جينجيفال، يعني شكل وحش قوي. هنا السب جينجيفال مش باين، بيدينا مور اثيتيك ايه ابييرنس. طبعا لو في روتس، لو حصل جينجيفال ريسيشن والروتس ار اكسبوز وفي سنسيتيفيتي فلازم اغطيها، فهضطر ان انا هنزل الفينش لاين سب جينجيفال. طيب وات ار ذا جايد لاينز فور ميكينج ا جود فينش لاين؟ نمبر 1 ات شود بي ايزلي بريبير، طبعا لازم يبقى ايزلي بريبير. احنا قلنا السوبرا جينجيفال بيبقى سهل، والايكو جينجيفال برضه سهل، اسهل شويه يعني، زي اقل سهوله من السوبرا جينجيفال. السب جينجيفال هو اصعب. طيب نمبر 2 ات شود بي ايزلي ايدنتيفايد ان بوث امبريشن اند داي، يعني لازم الفينش لاين يبقى سهل ان انا احدده واشوفه كده بعينيا في الامبريشن واشوفه على الضاي اهو زي ما شايفين على الضاي هنا، يبقى ده جود فينش لاين. نمبر 3 should not اوفر اكستند سيرفايكلي، مش لازم يبقى يعني يبقى اكستند سيرفايكلي، يعني من الاخر كده اخليه يبقى عن اللي هو السوبرا جينجيفال يعني او الايكو جينجيفال، ده مش همده سيرفايكلي يبقى خليه فوق الجينجيفال او عند الجينجفا في البروكسيمالز مقارنة اخف من البطل. طيب رابع ايديا ريكويرمنت اور جايد لاين اللي هو شود بروفايد ا ديفينيت ايدج ات تو ويتش ذا واكس بيتر، الواكس بيتر وال يبقى لازم الواكس ديفينيت ايدج لازم يكون فيه ديفينيت ايدج اللي عندها انهي الواكس باترن وتبتدي التوث، فبالتالي بعد كده ايه الكراون او اللي هعمله يبقى بينتهي عند ايه الفينش لاين ده. الواكس باترن كود ايزلي ادابتد اند فينيشد ات شود الاو كونزرفيتيف كونزرفيشن اوف ذا ستراكشر اس بوسيبل، يعني يكون ايه يعني يسمح بالمينيمال انفيزي. Ideally, whenever possible, the margin should be placed in area where the dentist can finish and inspect them and the patient can clean them. يعني طبعا نحطه في منطقة من نهاية كل ده بيصب في صالح السوبرا جينجيفال، هو اللي يفلفل ال requirements دي. المارجن بتاعته لازم تبقى as smooth as possible، عاملها smooth، ما تبقاش يعني رف كده وعاملة زي الزجزاج وانت بتحضرها، تبقى مش ماشيه من قراشه كده، لا تبقى ثموس ورام فلو، والفلو بتاعها الكونتور بتاعها سيركمفرنشال سموث. شوت كيب كلين باز، طبعا يبقى كلين باز بيشنت اللي هو برضو بنرجع ونقول هو السوبرا جينجيفال. السوبرا جينجيفال هو اللي ايه على قد ما تقدر. السب جينجيفال فينش لاين 2 ملم فروم ذا الفر. السب لو هتعمل سب جينجيفال لازم يكون بين الفينش لاين السب جينجيفال وبين الكريست بتاع الالفر كريست 2 ملم على الاقل، ان اوردر تو افويد انكروشمنت ابون ذا بايولوجيكال ويث. لو السالكس ديبس 1.5 ملي او ليس، لو السالكس ديبس 1.5 ملي او ليس، بليز ذا مارجن نص ملم بلو جينجيفال كريست. يعني لو ان السالكس بروب، لو انت عملت بروبنج للسالكس وطلع 1.5 ملي او 1، حط الفينش لاين نص ملي تحت الجينجيفال مارجن، ما تزودش عن كده، تو افوت برضو انكروشمنت ابون ذا بايولوجيكال ويث. البروبنج ديبث، لو البروبنج ديبث اكتر من 1.5 ملي حط المارجن هاف ذا ديبث اوف ذا، حط المارجن بتاع
الفينش لاين نص المسافة بتاعت الايه الواحد ونص، يعني 75 من 100 مللي. البروبنج ديبث لو اكتر من 2 في الحالة دي هيبقى في عندنا ايه بوكيت، لازم تعمل جيجبكتم وتصلح الايه الحاجة قبل ما تحط الفينش لاين. طبعا لازم المارجن شود اولسو ماست بروفايد اكسبتبل اثيتكس، لازم يكون كمان كله بيمشي، يا اما سب جينجفال مش باين خالص، يا اما سوبرا جينجفال، ويبقى الريستوريشن بتاعي بالاثيتيك ماتيريال من حشو من الجمال. ايه هي بقى وظائف الفينش لاين؟ This is a measure of the amount of tooth structure already removed when dentist evaluate tooth structure preparation visually. لما تيجي تقيم بقى قد ايه انت عملت ريدكشن للتوث ستراكشر، بتظبط عينيك كده بانجل معينه بحيث بتبقى في المرايه، يعني جايبه لك منظر للتوث من الاوكلوزال سيرفيس، فبتشوف كميه الايه الفينش لاين. لو انت شفت الفينش لاين باين بيحدد لك كم اللي انت عملت له ريدكشن. برضو it delineates the extent of the cut of the apical direction، بيحدد لك يعني بيحدد لك الاكستنت بتاع الكت في الابيكال دايركشن، ناحيه الابكس، ناحيه السيرفيكال ريجن. يعني it is one of the feature that can be used to evaluate the accuracy of the impression made for indirect procedure. هتعمل الريستوريشن بتاعك indirect، الفينش لاين بيبقى يعني واحد مهم قوي من لما بتيجي تعمل انسبكشن الامبريشن. لو شفت الفينش لاين واضح وما فيهوش اي حاجات يعني مش واضحه لعينيك، تعرف ان الايه فدي واحده وظيفه من بتستخدم من الفينش لاين عشان تشوف الامبريشن بتاعك اكيوريت ولا نوت اكيوريت. طيب اون ذا داي، على الداي بقى بعد ما تصب ويطلع لك داي، الديستنكت فينش لاين هيلب تو ايفالويت ذا كواليتي اوف ذا داي اند ايد ان تريمينج ات اكيوريتلي. برضه بعد ما تصب الداي هو بيحدد لك ازاي، هل الداي بتاعتك ديت نوعيتها حلوه ولا لا، ولما تيجي تعمل لها تريمنج وهتعمل بقى موفابل داي اند سو اون، والفينش لاين بيحدد لك بيساعدك في الحاجات دي كلها. ذا كوركت مارجن ادابتيشن اوف ذا باترن ديبند اون ذا اوبفيوس فينش لاين. طبعا لما بتيجي تعمل الواكس باترن، الواكس باترن نموذج من الشمع للكراون على الداي، الفينش لاين بيحدد لك فين بتنتهي الواكس باترن. برضو evaluation of the restoration is also aided by proper finish line. برضو بعد ما بتخلص تصب الكراون او البريدج، بتجيب المارجنز بتاعت الكراون او الريتينرز بتاع البريدج وتيجي تحطهم، تحط الريستوريشن زي ديت على الضي، وتشوف هل المارجن بتاع الريستوريشن عامل فيتنج على الفينش لاين ولا لا. هو بيساعدك في الحته دي كتير قوي. برضو عند عند وقت لما بتيجي تلزق الكراون او البريدج، شارب فينش لاين ايدز ان ديترمينيشن اور ويذر ذا ريستوريشن از فولي سيت. لما تيجي تحط الكراون على التوث في التراي ان وليتر اون ريكسيمنتيشن، الفينش لاين بيحدد لك ان هل الكراون ده فولي سيتد ولا لا. في النهايه بقى لو انا عايز اعمل اكسبوجر للفينش لاين علشان اخد امبريشن في حالات السب جنجبل فينش لاين، بعمل ريتراكشن لي، يعني بعمل له اكسبوجر ازاي. ممكن اعمل ريتراكشن للجنجبه ميكانيكالي بطريقه ميكانيكيه باللي هو الريتراكشن كورد مع 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 هنا بالكيموثيرابيوتيك، بالريتراكشن كورد عن طريق الكيموثيرابيوتيك using the retraction cord we impregnated with sulfuric acid أو zinc chloride أو racemic epinephrine أو الألمونيوم تراي بتاع ده كلورايد، والألوم اللي هي الشابة والألوم سلفيت والفيريك سلفيت، أو أعملها ميكانيكال عن طريق كبر باند. لما باخد كبر باند impression، بجيب كبر تيوب وحطها على prepared tooth في حالات الانلاي والانلاي، وباخد كبر بتاع ده امبريشن كبر باند امبريشن يوزنج الامبريشن، باخد امبريشن بالامبريشن كومباد، عب اللي هي الانبوبه اللي هي من النحاس الرفيعه دي، بتبقى على قد التوث مولر او في للمولر وفي للبريمولرز، واملاها بامبريشن كومباوند اسخنه واحط اللي هو الامبريشن كومباوند
او بالرابر دام برضو ممكن اعمل ريتراكشن للجنجفا عشان اخد اعري الفينش لاين واخد له امبريشن. بعد ممكن اعمل بالروتري كوريتاج او جنجتاج او بالليزر ترافلنج، ده احدث حاجه بقى كمان بالليزر، ما بنحرمكوش من حاجه بالليزر. وانا عندي ايه، اعمل لكم حوالي 5 فيديوهات تقريبا مغطي الليزر فروم اي تو زد. اشكركم، وده الرابط بتاع ماي يوتيوب شانل، من فضلكم اشتركوا وشيروا واعملوا لايك واعملوا سبسكرايب عشان يصلكم كل جديد من ابداعات الحمد لله اللي وراها مجهود شديد. اشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.